نحن نرى فقط جزءاً صغيراً من طيف الأشعة الكهرومغناطيسية. هناك أشعة الراديو، الأشعة السينية X-ray، أشعة جاما، الأشعة تحت الحمراء، والأشعة فوق البنفسجية. كل هذا يجعل من الضوء المرئي من الأزرق إلى الأحمر حيزاً ضيقاً جداً. بعض الحشرات ترى جزءاً من الأشعة فوق البنفسجية، فترى ما لا نراه في الورد مثلاً. أليس هذا رائعاً؟ قام المصور الفوتوغرافي توماس ليفريت باستخدام فلتر معين يسمى أسترودان يوفينوس فلتر وعدة كاميرات بمكشاف CMOS، ثم نزل إلى شوارع بروكلين بنيويورك وصور فيديو للناس تحت الأشعة فوق البنفسجية. الجزء المثير أيضاً هو إعطاء الناس واق شمسي sunscreen. تلتقط الكاميرا الأشعة فوق البنفسجية من الشمس التي تنعكس عن الجلد. بما أنه لا يوجد أشعة فوق بنفسجية منعكسة من الواق الشمسي، فيظهر أسود في الفيديو، مع أنه يظهر باللون الأبيض تحت الضوء المرئي. Thank you.